السلام عليكم شباب قناه مصر الوطن العربي، معكم محمود السرنكاوي. النهارده في حلقتنا حاطط عليكم مجموعه تمارين لتقريب الستر المتباعد. قبل اي حاجه سواء احنا بتاعتون دايما ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا كره توصل لكم كل فيديوهات جديده. يلا بينا نبدا الفيديو. من قبل ما اعرض عليكم التمرين الاول او كمان من قبل ما اعرض عليكم ونعمل مع بعض بقيه التمارين، عايز اقول لكم ان كل تمارين انا حاطط عليكم او اللي احنا هنعمله مع بعض ان شاء الله في فيديو النهارده هيساعدوا ويساهموا بشكل كبير جدا على تقريب منطقه الصدر المتباعد. والمشكله دي كل البنات وكل السيدات او معظمهم بنسبه يعني 60 او 70% بيعانوا من المشكله دي، فانا مش عايزكم تقلقوا خالص لان ان شاء الله مشكلتكم هتتحل واعتبرها كمان انها اتحلت. ولو عايزين تعرفوا يعني معلومات اكتر او تفاصيل اكتر عن منطقه الصدر افتحوا الديسكريبشن او الوصف تحت الفيديو هتلاقوني كاتب وشارح كل حاجه بالتفصيل. المهم الحلو قوي دلوقتي بقى التمرين الاول اللي احنا هنعمله مع بعض بيعتبر من اكتر التمارين اللي بتساعد على تقريب منطقه الصدر المتباعد، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 15 عدد. يلا بينا. بعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول دلوقتي هنعمله مع بعض وحرت عليكم التمرين الثاني، برضو التمرين الثاني هنعمله مع بعض 4 مجموعات في 15 عدد. يلا بينا. ودلوقتي حارت عليكم وهنعمله مع بعض التمرين الثالث، التمرين الثالث محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا.
واخيرا هعرض عليكم التمرين الرابع والاخير. التمرين الرابع برضه محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها، وهنعمل تمرين برضه مع بعض 4 مجموعات ب 10 عدات. يلا بينا. وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا السمحنا بتاعتكم. دايما اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار ارجع له في كومنت تحت، وان شاء الله هجاوب عليكم في اقرب وقت، او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستجرام، ان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس توصلكم كل فيديوهات جديده، وكمان برضه في نفس الوقت ما تنسوش انكم تفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. السلام عليكم.